بدي أشكر كمان المؤسسات شركائنا ياخدوا هاي المؤتمر هو بيسلط الضوء على تجربة نجاحات النساء البدويات في المناطق المصنفة جيم، وكيف هي أصبحت قادرة عن تعبر عن احتياجاتها وقضاياها وهمومها وتقابل المسؤولين في الوزارات ذات الاختصاص لحتى تعمل على تحسين خدماتها اللي بتعاني منها. هلأ في نفس الوقت هو كمان رح يسلط الضوء على نساء أنفسهم اللي تقلدوا مناصب في المجالس المحلية وأصبحوا هن عم بيلعبوا دور سياسي فاعل وصانعات قرار من خلال المجالس المحلية البدوية. احنا في الوزارة في وزارة الحكم المحلي معنيين جدا في مساهمة المرأة في أداء دورها في بخصوص الهيئات المحلية، إن كان على مستوى الوزير أو مستوى الوكيل. بالإضافة ما ننساش أنه حتى الآن المرأة لم تأخذ دورها بشكل طبيعي رغم حجم التضحيات التي قدمتها على مدار التاريخ الفلسطيني. معظم المزارعات هم اللي بيقوموا بتربية الأغنام وبأخذ الحليب وعمل الجبنة والألبان، فهي جزء لا يتجزأ من الوطن، وهي يجب على رعايتها والاهتمام بها وأعطيها الثقافة اللازمة والتركيز عليها وسندها بكل ما نستطيع. جايين احنا دعم للمرأة البدوية لأنه ضرورة تشارك في المشاركات السياسية. النساء في المواقع البدوية تلتقي بصناع القرار، تحكي شوي عن مشاكلها، عن همومها، عن رؤيتها، وبالتالي نحاول نخرج برؤية حوارية ما بين الفئة المستهدفة وما بين صانع القرار، لخروج بتوصيات أو التزامات أكثر من صانعي القرار نحو هؤلاء النساء في هذا المؤتمر. والله مشاركتنا بدنا مي يعني مواصلات، احنا في منطقه مقطوعه يعني حبيبتي حالتنا على الله. 94 وتوقيع اتفاقيه اوسلو.